جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية في انطلاقات هذا الصباح المميز الجميل وشوطنا السابع. أما الانطلاقة بعون من الله تعالى وتوفيقه، شوطنا السابع والخاص بالزمول المحليات الأصائل بشعارات أبناء القبائل في هذا اليوم المميز الجميل. نسير معكم مع الصدارة وتل أبيب، من ينطلق بصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول. هنا أيضا مع الدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الرميفي المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مشغل مبارك بن محمد بن نصرة العامري، من يأتينا بهذه الانطلاقة على ثاني المراكز. والمركز الثالث شاهين مبارك بن محمد بن مخيت الراشدي، وعلى المركز الرابع والمتسلل من الجانب الآخر بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا وانطلاقته. يأتينا هنا أيضا الدار راشد بن مصبح بن بطي القايدي مع الدار بهذا الانطلاق، وعلى المركز الخامس والقادم هملول محمد بن علي بن راشد القميساني الظاهري، من ينطلق بشيخة بهذا الانطلاق. وسادس مراكزنا مياس السيف بن راشد الشحالي العليلي يقدم على المركز السادس، ضارياتنا على المركز السابع هنا بانطلاقة صالح بن محمد بن صالح الحميري يقدم على المركز السابع. المركز الثامن يأتي شاهين محمد بن الصغير بن علي لوهيبي بهذا الانطلاق، هنا يصرع شكلان بهذا الأداء الجميل والتحدي، بينما من الجانب الآخر هناك على المركز المنطلق بهذه الانطلاقة على المركز التاسع، والقادم هنا على تاسع مراكزنا يأتي مرحب راشد بن محمد بن شمال لغفلي، وعلى المركز العاشر مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، من يقدم هنا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هنا مياس للشباب بن سالم بن مبارك الزرعي يقدم على المركز العاشر، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وأسامي خلف المراكز العشرة أيضا بتنضم إلى ركب المقدمة وبهذا الانطلاق والتحدي. نتابع مشاهدينا الكرام ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول بعد أن ذعنا على مسامعكم. هنا المراكز العشرة الأولى في أول انطلاقة وأول ندى للمراكز العشرة الأولى، لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى تل أبيب المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول للدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، من يقدم على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. القادم من ميدان السمين للمشاركة على أرضية هذا الميدان المركز الثاني، ويأتينا الدار، على المركز الثاني بانطلاقة راشد بن مصبح بن بطي القايدي، وعلى المركز الثالث شاهين محمد بن الصغير بن علي لوهيبي، من يقدم على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هملول بشعار أبو شيخة ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل، محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري، من يأتينا على المركز الرابع وخامس المراكز. مياس لسيف بن راشد الشحالي العليلي، من قدم سراب في الشوط الأول الرئيسي للحول أيضا الزمول المحليات الأصايل، يأتي بمياس هذا الانطلاق
الانطلاق وبهذا الأداء الجميل القادم من ميدان الشعب. المركز السادس، المركز السادس والقادم في هذه اللحظات هنا يأتينا شاهين مبارك بن محمد بن بخيت الراشدي، ومن الجانب الآخر مياس المنطلق بهذه التحديات على المركز السابع الشبابي بن سالم بن مبارك الزرعي يقدم على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن يأتي ضاري صالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري، من ينطلق على المركز الثامن بهذه الانطلاقة. تاسع مراكزنا وصل الواعي حمدان بن حمد بن الضعيف بن غدير الكتبي، من يقدم الواعي بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. بينما عاشر مراكزنا القادم بهذه الانطلاقة من الجانب الآخر مرحب راشد بن محمد بن جمال الغفلي، وأرى مرعي أيضا يتسلل، مرعي هنا بشعار الجري سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، من يقدم على عاشر المراكز. والأسماء القادمة أيضا خلف المراكز العشرة الأولى، غادرنا الأربعة كيلومترات وتل أبيب المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر كل سيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة تل أبيب المنطلق بشعار الدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، من يقدم على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول بهذه الانفرادة الرائعة الجميلة. أما المركز الثاني، المركز الثاني شاهين القادم من السلطنة يشاركنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل محمد بن الصغير بن علي لوهيبي على المركز الثاني. والمركز الثالث يأتي الدار لراشد بن مصبح بن بطي القايدي، من يأتينا على المركز الثالث بهذه اللحظات وبهذا الانطلاق والتحدي. المركز الرابع، المركز الرابع هملول محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري يقدم على المركز الرابع. والمركز الخامس مياس للشبابي بن سالم بن مبارك الزرعيتنا هنا بانطلاقتي. وسادس المراكز الواعي، الواعي حمدان بن حمد بن الضعيف بن غدير الكتبي. أما على المركز السابع، المركز السابع والمنطلق هنا شاهين مبارك بن محمد بن مخيت الراشدي، والمركز هنا الثامن يأتينا مياس، مياس بانطلاقة سيف بن راشد الشعالي العليلي. وضاري على تاسع مراكزنا، الضاري بانطلاقة وتحديات صالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري. وصل شاهين على المركز العاشر بأول ندى بهذه الانطلاقة شاهين محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدربقي، من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، عناها على حضراتكم مع زاوية الالتفاف الأخير لهذا المضمور. هنا نتابع الأسماء، نتابع الشعارات، نتابع التحديات والإثارة. وتل أبيب لا زال على الصدارة، تل أبيب على المقدمة، تل الزمول تل ما شاء الله على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة. والمركز الأول تل أبيب هنا باسم الدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي المنطلق بصدارة هذا الشوط. وبالمركز الأول يأتينا شاهين محمد بن الصغير بن علي لوهيبي على المركز الثاني. والمركز الثالث، المركز الثالث الدار، الدار يأتينا على المركز الثالث راشد بن مصبح بن مطي القايدي. وعلى المركز الرابع مياس، مياس للشبابي بن سالم بن مبارك الزرعي، من يقدم على المركز الرابع. والواعي في المركز الخامس، الواعي يأتينا على خامس المراكز حمدان بن حمد بن الضعيف بن غدير لقتبي. وضاري، ضاري يأتينا خامسا هنا، ولكن أرى شاهين بداية
يتسلل في هذه اللحظات شاهين المنطلق لمحمد بن أحمد بن سعيد بن محمد الدرمكي، من ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل والتحدي المميز وضاري هنا لصالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري أيضا القادم للانطلاقة سابعا وثامنا مع مياس الشعالي، وتاسعا هناك شاهين المبارك بن محمد بغيت الراشدي. ونعود إلى الصدارة، نكتفي بهذا القدر من هذه الأسماء المشاركة. نعود إلى صدارة هذا الشوط، نعود إلى تل أبيب، لا زال مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول للدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي. هنا من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول مسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة من البداية، وهو مسيطر كل السيطرة على زمام الأمور. المركز الثاني يأتينا شاهين محمد بن الصغير بن علي لوهيبي، يلا يا راعي شكلان، هنا مع أيضا شاهين هذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. الكيلومتر الأخير، المركز الثالث الشبابي هنا قادم مع مياس الشبابي بن سالم بن مبارك الزرعي. قدم مياس بهذا الانطلاق والقادم شاهين، شاهين هنا القادم بانطلاقة محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الدرمكي، وضاري ضاري أيضا هنا المنطلق صالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري، والواعي الواعي 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 هنا بشعالي حمدان بن حمد بن ضعي بن غدير. نكتبي ولكن نعود مع تل أبيب وشاهين، تل أبيب وشاهين هنا بدا شاهين يتسلل، بدا شاهين يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. عصاه راقدة آمنة حتى هذه اللحظات، هنا لم يصدر عليه أي أوامر، أوامر طفيفة هنا بهذا الانطلاق. الله الله، إذن شاهين محمد بن الصغير بن علي لوهيبي هنا هذه اللحظات أطلق أيضا عصاه وبدأ ينفرد بالصدارة، ينفرد بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هو تشاهدون على الصدارة على المقدمة، سلام 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 سلام، هنا كل أهالي أبيض هالي المضيبي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. تهانينا على هذا الفوز المميز محمد بن الصغير بن علي لوهيبي، وفوز شاهين بالمركز الأول، تل أبيب في المركز الثاني، أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، مياس للشبابي بن سالم بن مبارك الزرعي على المركز الثالث والمركز الرابع، أتانا الواعي على المركز الرابع الحمدان بن حمد بن ضعي بن غدير لقتبي، والمركز الخامس شاهين هنا بشعار محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدرمكي. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الأولى. نعود إلى التوقيت الزمني 12 دقيقة 57 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي أيضا سجل هذا الانطلاق. هنا شاهين أيضا في انطلاقة محمد بن صغير بن علي لوهيبي تل أبيب، سجل 12 دقيقة 58 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا الدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي مياسي، أتانا على المركز الثالث بهذا الانطلاق والتحدي في 12 دقيقة 59 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للشباب بن سالم بن مبارك الزرعي.